بحضراتكم. رجعنا لكم بفكرة مهمة جدا، بنتكلم عن تطوير شبكة الطرق والمواصلات في مصر عشان تتناسب مع مصر الجديدة. عشان كل ده يحصل لازم نعتمد على التكنولوجيا. التكنولوجيا هنوطنها ازاي في كل وسائل النقل اللي احنا اتكلمنا عنها طوال الحلقة؟ هنعرف ده من خلال لقائي مع ضيوفي اللي مشرفين النهاردة، الدكتور رمضان طمان. مساء الخير يا دكتور، ومنورا في استوديو قناة النيل الثقافية، وحضرتك متخصص في نقل وتوطين التكنولوجيا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الروائي الكبير والمهندس فتحي مبابي، اهلا بيك ضيف عزيز على قناه النيل الثقافيه. اهلا بيك. بنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا المفروض ان يحدث في مصر الان، ازاي هعمل توطين للتكنولوجيا وانقلها في مجالات النقل بصورها المختلفه. بتكلم على النقل النهري، بتكلم على النقل البحري، بتكلم على مترو الانفاق. هبدا مع حضرتك استاذ رمضان. هو بتكلم عن السكه الحديد، ايه رايك؟ احنا ممكن نتكلم عن السكة الحديد كأحد أجزاء وسائل النقل في الفكرة العامة أو المفهوم العام بنقل وتوطين التقنية أو نقل وتوطين التكنولوجيا زي ما بنسميها. هو من دور المعروف التكنولوجيا أو التقنية هي الإنتاج الصناعي للعلم، يعني الإنتاج العلمي بسميه تكنولوجيا. فعشان أنقل تكنولوجيا لازم أن يكون عندي البيئة المناسبة لاستقبالها واستيعابها وفيما بعد تطويرها واستخدامها وتصنيع اساليب الصيانه عليها واستهلاكها، يعني حتى انشاء ثقافه الاستهلاك للتكنولوجيا اللي انا بنقلها ووطنتها داخل مصر. لخلق الابداع فيها كمان وللتطوير ولخلق الامكانيه لعمل سوق مناسب لها، يبقى عندي المهندس وعندي العامل الفني او عندي الكادر البشري اللي يقدر يستقبل التكنولوجيا من الخارج. رقم واحد. اثنين، يقدر يستخدمها ويدير ثقافة استخدامها وثقافة صيانتها. النقطة الثالثة والأهم اللي هو يقدر يصدرها يعيدها إلى العالم، إن هو عامل بدرجة ممتاز على مستوى العالم مش على مستوى السوق المحلي في مصر. فلو بنتكلم عن موضوع السكة الحديد بالتحديد، السكة الحديد هي عبارة عن لو انا عندي تاني خط السكة الحديد على مستوى العالم، المفروض ان انا بدأت بيه بالشكل ده وانتهيت بيه الى اسوأ مرحلة ممكن ان اتصور انها تكون معمول بها في اي دولة من دول العالم النامي اصلا. هو ده المشكلة، ان هي اتعملت في مصر، بيتعمل في مصر مشاريع في وقتها بتعتبر الاولى في العالم، ولكن مع مرور الزمن وعدم وجود المشاريع او انشاء المشاريع في مصر على مبدا توطينها كتقنيه، ان انا عندي القاعده الاساسيه للتطوير في هذه التكنولوجيا داخل مصر من التطوير البشري والتطوير العلمي. التطوير الجزء العلمي اللي انا بقول عليه اللي هو الاكاديمي او البحث العلمي التنموي اللي يخص هذه التقنيه. الجزء الثاني اللي هو اعداد الكادر البشري اللي هو اللي استقبلها وبدا يتعامل معاها علميا لتطويرها واستخدامها. فبالتالي بتتنقل التكنولوجيا، بيكون سنة 1850 تم إنشاء السكة الحديد في مصر، اللي كانت تعتبر في الوقت ده تعتبر تاني خط السكة العالم تاني تعمل كده. لكن ما عنديش الكادر غير الكادر اللي هو بيسميه المستهلك. المستهلك ازاي؟ المستهلك يا اما خدميا يعني بيأدي الخدمة على ما هو موجود بدون العلم هو بيتعامل مع ايه؟ زي ما بيحصل معانا النهارده، زي ما حصل معانا احنا بنستهلك الكمبيوتر وبنستخدمه وبنستهلك التليفون احدث تليفونات في العالم، ولكن بدون التدخل في اي شيء لبحث وبننتظر حتى ينزل النوع الجديد منه بعدين نستعمله. هذا الاسلوب اللي تم، هذا ده خط لدول محكوم عليها تفضل بهذا الشكل، تابعة تكنولوجيا ومستوردة تكنولوجيا ومستهلكة للتكنولوجيا بدون أي إضافة. عشان كده يمكن العالم من حقه يحافظ علينا كده طبعا، لأنه مستفيد. بس طيب. فلما نيجي المبدأ بقى التوطين النقل في الحاجة دي، بنيجي يبقى نبدأ بخلق البيئة أولا، البيئة العلمية اللي هو نقل التكنولوجيا الأخيرة في اليوم موجودة في العالم، زائد إعداد الكوادر المتوفرة عندي في هيئة السكة الحديد مثلا. لو بتكلم بالتحديد عن السكة الحديد، احول السكه، سهل جدا ان انا احول 13000 كيلو او ما يزيد من سكه حديد في مصر احولهم لشبكه الكترونيه في خلال 6 شهور. هنتكلم عن ده
لان ده موضوع مهم جدا، ازاي اعمل هذا المشروع اللي مش هيكلفني كتير. بس مهندس فتحي مبابي النهارده بنتكلم مع حضرتك، المهندس فتحي مبابي الخبير في مجال الانفاق. عندنا مترو الانفاق استوردناه تقريبا في 81 ولا 82، وده كان مشروع عظيم جدا بدا في الشرق الاوسط وفي مصر، كنا اول دوله في الشرق الاوسط وفي افريقيا تستخدم هذا المشروع. ايه اللي وصلنا لهذا المنحنى الخطير في مجال الانفاق، وليه احنا مش دول منتجه او لهذا النوع من الانفاق؟ انا بتقديري ان اول حاجه وهي الاراده السياسيه، لابد من وجود اراده سياسيه كي يعني تسعى لنقل التكنولوجيا. فهذه الاراده لم تكن متوفره على الاطلاق، بل على العكس، المنشات اللي تم انشائها بواسطه شركات مصريه في بدايه المشروع زي محطه عين شمس وزي محطه غمره، كل اللي هو الخط الاول من مترو الانفاق، الخط الاولاني اللي هو الجد بتاعه، وحتى الخط الثاني يعني محطه كليه الزراعه ومحطه شبرا الخيمه معموله بشركات مصريه. محطات اللي اتعملت في اخر الخط الثاني اللي هي زي محطه الجيزه او محطه ضواحي الجيزه تم اسنادها للشركه الفرنسيه، وده شيء يعني كان خطير جدا ويعني وكان غريب في نفسه. دلالته ايه ده يا باشا؟ صحيح صحيح ان الشركات المصريه متعبه جدا في انها تنفذ في نفس الماتشنج بتتناسب مع الشركات الاجنبيه، لان طبعا ده بيبقى عليك طول الوقت احنا علينا اعباء في مساله التاخير والتنفيذ والبرنامج الزمني، لكن كان عليه ان نطور الشركات المصريه كي تناسب مثل هذا العمل، مش أدي عام أعمال يعني شديدة يعني الخبرات المصرية فيها متوفرة بشكل كبير جدا لشركات فرنسية كي تسندها من البطن لشركات مصرية. هنا الإرادة السياسية أول واحد، الإرادة أول حاجة أن تكون هناك إرادة سياسية. وعشان كده كلام الرئيس السيسي حوالين أن هذا السؤال ليه ما بننفذش أنفاق، كان سؤال فعلا مثير للدهشة. اثنين، ان التكنولوجيا ليس هناك شرط كي تنقل كاملة. في الاول احنا بنفكك الحجم التكنولوجي، يعني مثلا مترو الانفاق عبارة عن منشأ خرسان، اللي هو الانفاق نفسها عبارة عن سكة حديد، عبارة عن شبكة الاشارات وغرفة العمليات، عبارة عن وحدات القطارات. انا لما باجي بمسك الحجم التكنولوجيا دي وافككها بشوف انا قدرات التكنولوجيا الحالية تمكنني ان انا اعمل ايه، انفذ ايه من هذه الاعمال واطلعها بره العقد الدولي، واقوم محدد بالظبط فين الجاب او المشاكل اللي ممكن تعمل لي ازمات كبيره جدا في العقود الدوليه. اهم حاجه المانجمنت في الانفاق، انا بتكلم على الانفاق بالتحديد. اخطر حاجه في الانفاق ازاي اعمل مانجمنت مشروع عباره عن يعني 10,000 بند او 20,000 بند، يجب ان انا اعمل بينهم مانجمنت دقيق جدا علشان ما حدش ياخر على التاني او يعطل او كده. حاجة التانية ان انا لازم اراكم التجارب والمكونات اللي موجودة واحطها في مخزن عندي، لان في النهاية انا هعيد استخدامها. اخطر حاجة واهم حاجة في الانفاق طرق التنفيذ. طرق التنفيذ بتحدد بالظبط انا محتاج مكنه ولا محتاج مثلا ادوات تنفيذ بسيطه جدا. انا محتاج اعمل محطات بالمولدد وول، او ممكن اعمل محطات تحت الارض. قضيه ليست بسيطه وقضيه معقده للغايه، لكن وانا لازم قبل ما اشرع في ان ادخل في مجال الانفاق لوحدي لازم يعني يبقى عندي بنك بيتكلم عن التكنولوجيا، بيتكلم عن ازاي يبقى في يعني مانجمنت عالي جدا، ازاي يبقى في دراسات جدوى عاليه جدا عشان اقدر اخش، لان هناك ما انا مش هدخل ده من فراغ يا استاذ فتحي. انا عندي يعني انا عندي مشروع اريد اشتغل، وانا عرفت تفاصيله تكنولوجيا واقتصاديا وجاب لي ارباح وخد مصاريف، انا عندي الداتا بتاعت المساله دي. الانفاق في حرب مع حاجتين، مع المياه الجوفيه ومع المنشات المجاوره. تمام. واي خطا، وبعدين انا بعمل منشا ما بشوفوش، بعمله من فوق سطح في المحطات مثلا. صحيح. فبعمله من فوق سطح الارض، فبحط وحدات كل وحده عرضها 2.5 متر، واحده جنب واحده جنب واحده. اي خلل، اي انحراف
لابد من وجود سلوكيات عاليه جدا، لا يعني لا يمكن الخطا. وبعدين بعمل عمليات حقن وتجارب. هذه الطريقه البروسيدر المتواليه دي تحتاج يعني خبرات عاليه جدا. يعني هناك على فكره هناك شركات مصريه بتنفذها، هناك شركات مصريه، لكن الشركات اللي موجوده حاليا ربما يعني محتاجه كنترول عالي جدا عشان تنفذ. انا بقول نقله انشاء شبكات، احنا كان ممكن دلوقتي احنا اللي بنعمل الشبكات اللي موجوده في الخليج. الشركات المصريه هي اللي بتعمل الشبكات اللي موجوده في السعوديه او في اي مكان في الشرق الاوسط، لكن تخلفنا عن عمل ده وان احنا بنضطر نرجع للشركات الاجنبيه حتى الان هو خطا بلا جدال. وان القرار اللي بيعمله رئيس الجمهوريه هو قرار مهم جدا، لكن يجب ان يعني يوضع بمعايير هامه جدا. اولها ان انا ما ابتديش من المكنه، ابتدي من التخطيط. يعني انا ما اجيبش مكنه مثلا قطرها 9 متر واحطها في طرق، الطريق ممكن يبقى محتاج مكنه قطرها 15 متر. التخطيط اولا، ثم السير في تخطيط النقل يعني في البروسيدير بتاعه التنفيذ. طيب يبقى احنا طرحنا اول مشكله طريقه التنفيذ، حضرتك مصر على ان دي طرق التنفيذ. هناك طرق متعدده، لكن يعني دي اخطر مشاكلنا، احنا ما عندناش طرق للتنفيذ جيده. لا لا لا، اعرف ايه الطرق المناسبه لان انا انفذ هذا المشروع في مناطق مختلفه. طيب. يعني في سامحيني يعني اتفضل. يعني في المناطق اللي موجوده مثلا في وسط العاصمه اللي هي المياه الجوفيه على عمق 2 متر من سطح الارض بتحتاج نمط معين من التنفيذ. صحيح. لكن المناطق اللي فوق الارض، اللي فوق الخط المياه الجوفيه على سبيل المثال، نفق الطيران، ما هو معمول بشركه مصريه. نفق اللي موجود بشركه الطيران، طب هي ليه ما تكملش في المنطقه دي كلها طالما ان انا عندي كوادر تستطيع نفذت النفق الكبير الضخم ده كله، ليه الجا لشركه فرنسيه الا اذا كان يعني فعلا مفيش جرأة. طيب دكتور، يعني دكتور هاني، انا عايز اعرف دكتور رمضان، انا هسأل حضرتك، حضرتك وانت بتكلمني بنتكلم عن توطين التكنولوجيا في مجال النقل واتكلمنا عن السكة الحديد. انا هقول لحضرتك طول الوقت احنا بنقول احنا اي مشروع قومي بيبدأ بيبقى قوي جدا جدا وسرعان ما بيبدأ المنحنى مرة اخرى ونوصل ليه. هل احنا هنا وصلنا في السكة الحديد؟ المفروض ان السكة الحديد بتدخل لي اعلى دخل، لان هي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على نقل افراد ونقل بضائع في سكه الحديد. نعم. واحنا عندنا خط سكه حديد المفترض ان هو طويل بطول بمساحه جمهوريه مصر العربيه. انا اهملت هذا القطاع وما دخلتش ليه التكنولوجيا فبالتالي انحدر، ولا انا ما عملتش تنميه للكوادر البشريه اللي موجوده هناك فبالتالي الدنيا باظت، ولا انا ما كانش عندي ده قطاع بيخسر طول الوقت؟ انت بقول لك ده القطاع اللي بيخسر، يخسر ازاي وانا دي وسيله نقل مضمونه 100% وبتدخل لي عائد كبير جدا والعاملين فيها مش كتير، يعني مش كتير بحجم الدخل المفروض يدخلي. ازاي اعمل الموازنه دي ما بين انا بستهلك كام وبكسب كام وليه انا بخسر؟ هو بالنسبه للسكه الحديد ما اقدرش اقول ان هي بتخسر، عشان اليوم المفروض فيها عندها عدد الكوادر العاملين في السكه الحديد ممكن يتعدى 60,000 او 65,000 كادر على مستوى الجمهوريه. وما اقدرش اقول ان هي المفروض تخدم على في اليوم 5 مليون مواطن. النهارده ما يتعداش المليون و300 الف مستخدم لهيئه السكه الحديد في مصر. ده نتيجه الهيكليه والاستراكشرز بتاعها اللي موجود دلوقتي. ما هو انا كمنتج عامله يخدم على 4 مليون مواطن عدد سكان مصر او 30 مليون مواطن عدد سكان مصر وقتها، النهارده انا بكلم في 70 او 90 مليون. فوجود الشبكه كقضبان وعربه قطار ده مش معناه ان في سكه حديد عندي. عدم وجود شبكه الكترونيه بتدير الشبكه ديت بتوفر عندي في الكادر البشري او المصروف او بتقلل تقريبا الى نسبه تقريبا معدومه من نسبه الحوادث اللي احنا اللي دايما بتحدث في مصر. مفيش دوله، يعني دوله بحجم مصر المفروض يحدث فيها حوادث قطر. بتحدث في روسيا، بتحدث في امريكا حوادث قطر، في اليابان، ولكن دايما بتحدث نتيجه زلازل،
نتيجه عوامل طبيعيه خارجه عن فورس ماجور، ما لهاش علاقه باراده الانسان او بالتشغيل الخطا. ما حدثش حادثه الخطأ في مترو او في قطار بسبب خطا سائق او خطا في شبكه الالكترونيه للاداره. الشبكه الالكترونيه لاداره التحكم في الاشارات المرور او التحكم في اللي هي المرور اللي هي السيمافور بالمرور بالسكر الحديد او اداره المزلقانات او التحويلات اللي هي بتاعه السكر الحديد، انا مش فاهم ايه صعوبتها، ايه الصعوبه في استخدامها بحجم المصاريف اللي بتصرف بالمليارات الجنيهات على اصلاح مزلقانات في 5-6 محافظات. صحيح. مع ان بهذا المبلغ ممكن اعمل الشبكه كلها شبكه الكترونيه، مع في خلال فتره 6 شهور نعمل برنامج لاعداد وتدريب كوادر من 60,000 دمت لاداره الشبكه الالكترونيه في السكه الحديد. معوقات دي ايه؟ وده يعني ده ماديا متاح وماديا مش متاح. ماديا مش متاح بس ده انا بصرف على اكتر من المبلغ المطلوب ده باضعاف الاضعاف عشان اصلح مزلقان بالشكل المانوال اللي انا مصمم عليه من سنه ايام الفراعنه مثلا. انا مصمم ان انا دايما في ما بيكون في ازمه او كارثه اللي بيتحاول يتغاضى عنها او يجملها بيجد حل مميت، ولكن حل ظاهره كويس ولكن هو ملوش عمر، يعني ما بيعيش كتير، وفي الوقت نفسه حل بنسميه حل ترقيع للمشكلة. مش ممكن اوصل احل المزلقان او احل شبكة السكة الحديد بحلول غير نمطية، لازم ابحث عن اللي هو الفكر الجديد. التكنولوجيا الجديدة بقى، احنا بنتكلم على التكنولوجيا ازاي التكنولوجيا تعمل. طيب لو انا هحل المسألة دي، هل فكرة الكنترول اللي حضرتك بتقصدها الفكرة دي هتحل لي الازمة وبتكلفة اقل وهتحمي السكان اللي موجودين هنا؟ على الاقل اليوم ان انا اشغل الموجود باسلوب كويس اضمن عدم وجود حوادث، اضمن عدم وجود استهلاك لما هو موجود عندي. العلم بيقول لي ان انا بجانب ده ادخل المنظومات الجديده مع استغلال بقيه الكوادر الموجوده في السكه الحديد عليها. يعني استخدم عربات غير العربات ديت، استخدم قطارات بدل اوفر في موضوع الطاقه. في حاليا في احنا عندنا براءات اختراع في المجموعه العلميه معنا للسوبر مكثف يستخدم للقطار وللمترو ولا العربات اللي هي العربات التاكسي او الصالون اللي في الشوارع. ليه ما فيش استخدم البطاريات ديت لاداره الديزل بتاع القطار بالكهرباء بالبطاريات ديت؟ البطاريات دي باحجام كبيره جدا اقدر اوفر الطاقه اللي انا بصرفها. طيب ده معوقات، يعني ده مش حاصل عندنا في مصر ليه؟ زي ما المهندس فتحي تفضل حاليا ان مشكلتنا ان احنا لازم نخرج خارج الدايره اللي احنا عايشين فيها بدون المساس. يعني معوقات المشروع اللي حضرتك بتقرره دلوقتي ايه؟ قرارات باتباع الاساليب العلميه. في عندنا مين اللي هيتبع ده؟ القرار السياسي والاراده السياسيه في تنفيذ البرنامج ده. احنا عندنا برامج لحلول مشكله الكهرباء اللي بنتكلم عليها، واللي كتير حتى اليوم في المؤتمر الاقتصادي الاخير اتكلموا عنها، وان مشكله الطاقه الشمسيه ومشكله وعندنا حلول الطاقه الشمسيه، والكل يتحدث عنها بكل جراه ان هي غاليه جدا. انا مش عارف، كان هو الجزء الاقتصادي دايما اللي بيتحكم في مصير اي مشروع. انا عندي، هل انا عندي ماده تتحمل اقامه هذا المشروع؟ الطاقه الشمسيه عندي؟ الطاقه الشمسيه للعلم وليس يعني الطاقه الشمسيه المصادر الاساسيه بتاعها في العالم مش موجوده غير في مصر. الشمس واي عالم موجوده، واي عالم بيتكلم اليوم عن ان حل مشكله الطاقه الشمسيه او حل مشكله الكهرباء في الطاقه الشمسيه في مصر، انا كلام باسم المجموعه العلميه بتاعنا او مدينه او شبكه المعرفه اللي احنا بنديرها كمجمع تقني صناعي او مدينه معرفه او مدينه علميه، احنا عندنا الحلول اللي بنتكلم اللي نقدر نعرضها ونقدمها للدوله، وحاليا بتجهز للعرض على الدوله في خلال 3 سنين ل5 سنين. ما فيش حاجه اسمها مشكله كهرباء في مصر. عندنا حلول عملية نبدأ فيها من السنة اللي فاتت، مش من السنة دي، مش من بكرة. للطاقة الشمسية مشكلتها بتنحصر في الرمل والشمس
وده موجود عندنا وبشكل تاسيسي. اللي هو موجود عندنا احنا. طيب انا هرجع لحضرتك تاني ونكمل جزئيه مهمه جدا. نعم. الديزل اللي حضرتك بتتكلمنا عليه, بس خليني اروح للمهندس فتحي امبابي. اذا كنا بنتكلم عن مترو الانفاق وان حجم هذا حجم الانفاق قد ايه مهم جدا في منظومه النقل, يعني انا وفر لي وفر لي مجهود واداني سرعه طبعاً. وكمان كانت حاجه مناسبه لادميه البني ادم طبعاً. عشان اعمل تطوير منظومه مترو الانفاق, اول حاجه انا هغير, هعمل طرق تنفيذ مختلفه زي ما حضرتك قلت او تتناسب مع المكان. هنكمل في الموضوع لانه قد ايه اولا انا بيدخل لي قد ايه مترو الانفاق تحديدا سنويا هذا المشروع. انا ما عنديش فكره بالظبط, ما اقدرش اقول لك رقم, لكن اللي اقدر اقوله لك ان احنا مثلا في 86 كان عدد الرحلات اليوميه كانت 6 مليون رحله راكب في اليوم. 6 مليون. كان مترو الانفاق بيشيل منها في اول خط مليون و200 الف مليون و200 الف, وبعدين ارتفعت الى 2 مليون. النهارده بيشيل حوالي 4 مليون رحله في اليوم من حوالي تقريبا على ما اعتقد 12 مليون او كده. فالنهارده انت بتتكلمي عن وسيله نقل بتمثل في ظل هذه الشبكه القليله جدا 30% من معدل النقل اليومي. المفروض ان كان كل 10 سنين كانت بتعمل دراسه تخطيط نقل, وكلها كانت تتحدث عن مترو الانفاق وتطويرها, وكانت في 92 بتتحدث عن 6 خطوط. النهارده احنا ممكن نتحدث عن 8 خطوط, عن 12 خط. كل اللي بننفذ منهم 3, وبيتم النهارده التعامل مع الخط الرابع. صحيح. طول ما احنا بنتاخر, طول ما بيحصل, ما بتزيد الفجوه بين الطلب على النقل والشبكه اللي ممكن يعني تتناسب معاه. هنا المشكله. وبالتالي لا توجد عاصمه في العالم يعني يزداد عدد سكانها او مدينه عن مليون نسمه الا وفيها شبكه انفاق كامله. مش بس شبكه انفاق للعاصمه, لكن شبكه انفاق بتربطها بكل المدن المحيطه بما يسمى بخطوط الضواحي, وهي خطوط مكهربه. بمعنى ان اللي مقيم في 6 اكتوبر ما يحتاجش اطلاقا ان يتكلم على السكن في القاهره. صحيح. اللي مقيم في 10 من رمضان او 15 مايو. صحيح. او مدينه بدر, هو يقيم هناك لانه سيصل الى ما يريده في القاهره في خلال ما لا يتجاوز نصف ساعة او غيره. وبالتالي الانفاق او النقل عامل زي الشرايين. لو حضرتك قدامك انسان عنده جلطات, مليان جلطات في جسمه, لن يستطيع حتى ممكن يبقى في عقله, فبيبقى شخص عاجز. فالانفاق النهارده هي روح وشرايين المدن الكبرى والمدن الكثيفه السكان زي القاهره. وبالتالي طبعا انا اللي يعني في الحقيقه برضك الواحد يعني لازم يعترف ان في الفتره الاخيره هناك حديث عن ان بدل ما نعمل الخط الرابع, لا هنعمل الخط الرابع والخامس والسادس. وده شيء عظيم جدا, لانه بيعمل ارتياح شديد جدا في عمليه النقل. لكن ده ربط المدن الجديده بالعاصمه, وخلاص انا هقلل الكثافه السكانيه واخلي المركزيه دي بقت مش موجوده, هيفك عن العاصمه كل هذا. والقطارات المكهربه يعني في مشاريع, لان يبقى خط مثلا شبين يبقى خط مكهرب, كل هذه الاشياء قطارات الخطوط المكهربه دي هستفيد انا منها في ايه؟ الخطوط المكهربه هي نفس القضيه حضرتك, هي رفع معدل التقاطر. أنا النهارده لما بعمل خط عادي موجود مثلا على بين القاهرة وشبين وكذا وإلى آخر كفر الزيات أو إلى طنطا, التقاطر الفكرة التقاطر دي معناها إيه يا أستاذ؟ إن الفترة المجازة أو المسموح بها بين قطار وآخر في حدود الساعة أو النصف ساعة, لأنه ما يقدرش يسيطر على حركة القطارات على المزلقنات. لما انا بكهرب الخط وبكهرب القطارات نفسها, طبعا سيبك يعني بالاضافه للتلوث وكل ده, انا بعمل كنترول يعني غرف كنترول مركزيه بتزود بترفع فتره التقاطر الى ما يساوي مثلا 10 دقائق. ما احنا بنعمل 10 دقائق بين القطر يبقى انا اولا في سرعه وحزيح سياسه اللي اعتمدت في الثمانينات. انا كنت في معهد النقل وكنت بعمل دبلوم التخطيط نقل,
وساعتها الحكومه رفعت ايديها عن السكه الحديد تشجيع للنقل الخاص. كويس، نقل الخاص اللي هو كان البيجو كان كذا بدون دراسه الاضرار الناتجه في التلوث والحاجات دي. وان مرفق السكه الحديد هو من المرافق الجوهريه والاساسيه في بلد زي مصر. فلما رفعت انهارت السكه الحديد، تنيتها تنهار تنهار تنهار، رفعت الدعم رفعت الدعم رفعت الاهتمام. فاحنا احنا دلوقتي عايزين نرفع نعيد هذا ونربط بين شبكات الانفاق وبين يعني بين السكه الحديد بقى طبعا والنقل. ومع العلم ان ارخص وسيله للنقل هي النقل النهري، تليها السكه الحديد، واعلى وسيله للتكلفه هي النقل البري. احنا محتاجين اللي احنا معتمدين عليه الاعتماد الاول، الاعتماد كله. وده يعني اذا كنا بنتكلم عن التطوير، اذا كنا بنتكلم عن الاقتصاد، اذا كنا بنتكلم عن ان البلد فعلا ترجع وتبقى يعني قطعه من الجمال. يعني حضرتك يعني السكه الحديد لما بتبقى راقيه جدا وفي مواعيدها ونظيفه وكويسه، الانسان بيشعر بادميته. لما تبقى الازاز مفتوح والناس مش عارف كذا، لا هي المنظومه كمان. يعني هو لما احنا عندنا اتوبيس النهري كان الناس زمان بتركبه وبتوصل بيه لحد بنها ولحد مش عارفه بيوصل لحد فين. دلوقتي الناس ما بتركبوش لان هو يطحن في المواصلات بره على الكورنيش، لكن ما يركبوش لانه هيقعد فيه ساعتين ولا ثلاث ساعات. يعني ازاي انا كمان يبقى عندي وسيله نقل مهمه جدا زي النقل النهري، وانا ما دخلش ليها مجال، ما احطهاش في بؤره الاهتمام تكنولوجيا. انا عايز اعرف من حضرتك هتكمل لي مساله الديزل، هل هي مساله مكلفه ماديا ولا مش مكلفه؟ وبعدين نتكلم عن لا ديزل المقصود به التوربين او القاطره اللي بتدور عربيات القطر، اللي هو القاطره اللي بتدور عربيات القطر، اللي انا بقول على المصروف ان هي تتحول لكهرباء. تمام، هي المفروض انها شغاله ازاي؟ شغاله بالطاقه اللي هي بالجاز او بالجاز. تمام. زائد ده ممكن ده بتوفر في موضوع عمليه الوقود، وخصوصا ان احنا بنعاني منه مشكله. احنا بنعاني منه. طيب احنا بنقول ان تشتغل بالكهرباء. المقترح الثاني الكهرباء ديت عباره عن بطاريه، احنا عاملينها اسمها بطاريه سوبر مكثف. ده موجود يعني مش شيء خفي، هو شيء جديد ولكن موجود في الاستخدام من 12 سنه. مكلف؟ تقريبا ثلث الاسعار اللي موجوده على البطاريه العاديه دلوقتي. النقطه الثانيه بالنسبه للنقل داخل المدن، في اللي هو المترو المعلق اللي احنا بنقول عليه، اللي هو الشبكه اللي هو القطار الكهربي او المونوباص او اليونيباص. ده المترو المعلق ده فيه طبقات، فيه نوعين منه، اللي هو النوع الاول اللي هو اللي بنسميه المستوى الثاني اللي هو داخل المدن، اللي هو بيستهلك مني في الشارع مساحه تعادل مساحه الرصيف تقريبا اللي هي متر، وبيبقى موجود وبسرعه بتوصل العربيه بتوصل 100 راكب والسرعات بتتعدى 100 كيلو في الساعه. ده داخل المدن. المستوى الثالث اللي بقول عليه المستوى الثالث، انا المستوى الاول المقصود بيه العربيه اللي ماشيه على الارض. المستوى الثاني اللي هو المترو المعلق، المستوى داخل المدن. المستوى الثالث اللي قال عليه المهندس فتحي دلوقتي، اللي هو الخارج اللي بيربط المحافظات ببعضها مع او القاهره مع اسوان مع يعني داخل الدوله، زائد ان هو يعدي من البحر او من النيل. ده بتوصل سرعته لعند ال 500 كيلو في الساعه. ده اقدر اعمل بيه شبكه تربط النقل مش بس مصر بافريقيا، مصر بالدول العربيه. واتعملت دراسات جدوى على من البحر الاحمر لجده. ايه معوقات المساله؟ ما احنا قاعدين وبنقدم افكار عظيمه وبديعه هتساهم في ان الشبكه مش هنقويها ولا هنغذيها، ده هتعمل لي رواج اقتصادي عالمي. ايه المعوقات من وجهه نظرك؟ المعوقات ده في حاجتين. الوزارات بتعتمد على حل، بتنظر لحل المشكله من داخل ما هو موجود. العالم بيتجه دلوقتي وفي اخر توصيات للمؤتمر، احنا معانا صوره بنتكلم فيها عن نموذج لل ده المترو المعلق، ده المستوى الثاني او المستوى الثاني اللي بيكون داخل المدينه. ده اللي هو العربات ده موجود في ده موجود في حته اسمها ارض المعارض في موسكو. موسكو هو اصلا ده اللي اتطبق عليه الفكره بتاعه، اللي اتطبقت حاليا في دبي، اللي هو المترو المعلق داخل دبي، والقطر السريع اللي هو معمول في جده بين جده ومكه،
والقطر السريع اللي هو بيتعامل دلوقتي بال. طب بيكو في مصر بيحتاج ايه؟ هو مش محتاج حاجة، لان النوع المعدن اللي بتتعمل منه العربيات هو معدن بنسميه المعمول من المعدن اخف من الالومنيوم واقوى واصلب من الفولاذ اللي هو بنسميه مادة الحلم. معدن معمول من نانو تكنولوجي، زائد التقنيات اللي داخلة فيه اللي هو زي ما الحزمة التكنولوجية اللي وضحها المهندس فتحي دلوقتي، ان انا بفكك الحزمة التكنولوجية عشان اعمل لها توطين يحصل عندي تطوير بعد كده، ان انا ده اوديه لأوغندا واوديه للكونغو واوديه للسودان واوديه لأفريقيا من القاهرة. ده المقصود بال يعني انا هكون مصدر بقى، مصدر لهذه الطاقه. لكن ده انا لسه لحد دلوقتي ممكن حضرتك ان احنا نكون دلوقتي بننشئ انفاق من خلال خبرتنا الانفاق الجديد، خطوط الانفاق الجديد. دي المشكله اللي احنا بنقول عليها ممكن النهارده، واذا تمكنا من ان احنا ننشئ انفاق داخل القاهره او في المناطق المحيطه بامكانياتنا وقدراتنا وشركاتنا بالتاكيد كان ممكن نروح ننشئ في اي حته. في فتره من الفترات ما كان المقاولين العرب هو اللي بيعمل كل المشاريع التنمويه والكبرى في كل دول العرب. في الخط الاولاني حصل خلاف بيني وبين شركه فرنسيه، فحلوا قصه الفلوس بان هم ينفذوا بقيمه ما لهم اجزاء من النفط. ده مهم جدا جدا، لان انا مستفيد، انا كدوله انا مستفيد من ده. لكن راحت فين الخبره دي بعد كده؟ هل تم استخدامها في الخط الثاني؟ هل تم يعني ان احنا لا ده سؤال احنا بنساله بقى. لم يتم طول الوقت احنا بنمتلك، يعني في شركات مصريه نفذت ما يمكن لاي شركه عالميه تنفذه في المحطات، وهي اخطر حاجه يعني نفذته بالفعل. هل ما زالت الشركه دي موجوده؟ انا مش عايز اذكر اسمها طبعا، لكن هي نفذت. فاحنا عندنا يعني عندنا ما يمكن ان يقوم بعمليه التنفيذ. امال الورش اللي عندنا والتدريب والتقنيات الحديثه ده ايه؟ كمان في التصميم الخط الثاني تم تصميمه كاملا بمكتب استشاري مصري، مكاتب استشاري مصريه. وده معناه ايه؟ ده حاجه كويسه ولا معناه طبعا انك انت بتقطعي الطريق نحو التنفيذ، يعني نمره واحد انك لابد انك تخطط. ما اشتريش مكنه واعمل عليها نفع. صحيح. انا ارجو يعني ان لا هذا لا يحدث. انما اخطط وبعدين اصمم اعمل عمليات التصميم. واحنا صممنا يعني شركات مكاتب شيء عظيمه جدا مصريه صممت الخط الثاني بالكامل. واخد بال حضرتك؟ وما دام هو صمم ابقى انا عارف هو عايز ايه. هل انا بقى ممكن اخش انفذ؟ ادرس بقى، لان التنفيذ مساله. طب ممكن انفذ اجزاء وبعدين مثلا الخط اللي بعديه انفذ كله؟ انا اعتقد ان الطريقه التدريجيه امن، لان انا جنبي عمارات ممكن تقع لو انا اخطات، جنبي عندي مكان ممكن ينهار عليه في قلب التربه. انا مش عايزين نرتكب الاخطاء دي. طيب انا بتكلم ده على مستوى الانفاق لانه موضوع قد ايه حساس. طب انا بتكلم على مستوى النقل النهري، عندنا 10 مليون حاويه بتمر سنويا في روتردام وتحديدا في نهر الرهن. انا عايز اعرف انا بيمر عندي قد ايه كام حاويه، وانا بتكلم على نقل مهم جدا وقطاع مهم جدا من قطاعات النقل. لا يا ما عندناش حاويات، عندنا مراكب نيل، يعني مراكب نيل للعشاء او الفسحه يعني وزلع وكروز يعني ما عندناش يعني ما عندناش. سامحيني، عندنا انا بس عشان بس عندنا حضرتك بننقل مثلا مواد خام او كده او بتاع، لكن مش حاويات. لان الحاويه بمفهومها كمان لازم تبقى مرتبطه بالكباري وارتفاعاتها. فهل احنا عندنا الديزاين ده؟ انا بسال حضرتك. لا ما عندناش. احنا عايزين نهري، احنا عايزين ضعيف، احنا عايزين. ما هو كان يكون معدوم ده اذا كان انا لسه لحد دلوقتي عندي مينا هايل يعني جدا، مينا دمياط، والا الان لم استغل. حضرتك بيتنقل بالنقل النهري اجزاء كبيره جدا، يعني سواء اللي جاي واللي رايح. لكن احنا ممكن نتكلم عن اهميه تطوير النقل النهري ده بلا جدال. يعني حضرتك متخصص في مجال توطين التكنولوجيا، انا هعمل ده ازاي في النقل النهري، وخصوصا انه نقل لم يستفاد منه حتى الان، وخصوصا ان انا عندي نقل ما بيكلفنيش حاجه، عندي نهر نيل، نهر طويل ممتد ضارب في تقريبا كل محافظات مصر، انا هستفيد منه. لا انت بتتكلم على النقل النهري اللي هو لما اتكلم على النهر في النيل انا بتكلم لام درمان في السودان. طيب
طيب كلمني حضرتك عن اهميه ازاي دخل اليوغندا انت تعديت فكره ان انا بتكلم عليه محليا ده انا بتكلم عليه دوليا في كونغو طبعا ازاي 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 وانا عندي دعوه صباح مساء بيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوه لان انا لابد ان اهتم بالمشروعات القوميه اللي هتعيد رسم مصر على الخريطه مره تانية. انا هوطن التكنولوجيا في مجال النقل النهري هبدا منين؟ ما فيش تاني بجانب القرار او الاراده السياسيه لابد من اتباع المنهج العلمي. ما فيش حاجه عفويه وما فيش حاجه بتحدث بالصدفه. تمام. بدون الاتجاه بالعلم لن مش هيديني نتيجه صحيحه الا باساس اعداد الكادر البشري اللي هو الانسان من يقوم بهذه الاشياء اللي هيستقبل المنتجات العلميه اللي احنا بنقول عليها التكنولوجيا للتعامل معها. حضرتك في مشكله في نهر النيل في محددات ليه بتحدد الغاطس بتحدد عمق المياه. طيب. في مجموعه من الشلالات موجوده فيعني نهر النيل جاي يعني ايه متدرج يعني هو الاعلى في الـ في الـ في بحيره فيكتوريا ثم بيحصل انخفاض حوالي 600 متر وبعدين 600 متر ثانيه بينهم وبين المصب يعني. فبالتالي في ميول موجوده وفي كميه من الشلالات اللي هي تعوق الايه الملاحه بالطريقه اللي حضرتك او المفترضه يعني في سواء في الصعوده. هل هناك حلول؟ ده اللي هنعرفه بقى يعني التكنولوجيا ده محتاج اولا الدراسه يعني ندرس المجرى المائي سواء في الفيضان او في عدم الفيضان في السد العالي يعني يعني النهارده في كميه شدود انا بعتقد انها ربما تعوق عمليه النقل الملاحي عبر يعني النهر عبر دول النهر. لكن في عندنا مستويات ممكن طيب نسمع الدكتور احنا ممكن يبقى في يعني محطات رافع يعني معرفش لا يعني هو نفس القصه اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا شايفين ايه المعوقات الموجوده معوقات طبيعيه بالدرجه الاولى طبيعيه مش هنقدر نغير فيها فاحنا ازاي العلم بيديني حل لها بالظبط. طيب عندي ثلاث وسائل من النقل النهري اللي هو الوسيله الاولى اللي هو العائم على الميه في اللي بيستخدمه بشكل للمسطحات السهل اللي هي السهله بدون مرتفعات او وده هيبقى موجود في منطقه ايه ولحد منطقه ايه يعني انا ببقى ايوه يقدر يحدده له اللي هو الانسان المختص او طيب. المسؤول عارف ده هيمشي يعني انا اقصد اقول ان دي ليها حلول يعني التكنولوجيا اذا كنا بنتكلم عن التكنولوجيا فده بقى قبل انها تتكلم عن المستوى الثاني زي اللي قال عليه المهندس فتحي اللي هو في عندي 600 متر كذا عندي في مرتفعات كذا فعندي مستوى ثاني من المراكب ديت بسميها المراكب الطائره النوع ده التكنولوجيا ديت بيقدر يرتفع معايا بارتفاع كيلو فوق النيل اتحل في عندي المستوى الثالث اللي هو بأرضي مائي وبيرتفع ل 10 كيلو او 8 كيلو ده المستوى الثالث ده نوع ثلاث انواع من المراكب الطائره المستوى اللي هو اللي انا عاوز استخدمه داخل المدينه او داخل الانهار الصغيره ما عنديش مشكله في السدود لو في عندك مشكله في السدود في حته فيها سدود يبقى استخدم اللي هو المستوى الثاني الارتفاع اللي عندي كيلو يقدر بتيجي قبلها بترتفع لو شفت انا اديت للشباب لا عندنا حملات المراكب دي اقتصاديه حملاتها لا انا اللي بتحكم في تصنيعها لان انا بتكلم على نقل في المعدن زائد نقل التكنولوجيا ديت لتصنيعها داخل مصر مش استيرادها تاني عشان نرجع تاني زي ما استوردنا المترو وزي ما استوردنا السك الحديد ووصلنا للمشاكل اللي احنا النهارده عمالين ندور على حلول لها ليه ما تعلمناش يعني احنا 34 سنه واحنا مستوردين مترو الانفاق او المشروع وكنا اول دوله في الشرق الاوسط وفي افريقيا تعتمد على ليه ما نقلناش المترو الانفاق بنفس مبدا نقل وتوطين تكنولوجيا الانفاق او مترو الانفاق اللي نعرفه في مترو الانفاق لصالح الاجانب وده شيء شيء بصراحه يعني اللي قال عليه المهندس فتحي ان هو ان في شركات ظهرت في خلال 30 سنه تقدر تنفذ وتعمل عمليات اللي هي بنسميها بقى اللي هو البحث التنموي التطويري
حتى بدون ان التكنولوجيا اتنقلت لنا بغرض بنيه صافيه زي ما بيقولوا، ولكن هي اتنقلت لنا بنيه تجاريه. صحيح. انا عاوز بجانب الشق التجاري، عاوز الجانب العلمي اللي يديني سماح للمواطن عندي ان هو يتدرب ويتعلم ويبدا هو يطور ديت. يوصل النهارده كان لو اتبعنا الاسلوب ده في نقل المترو النهارده كان المهندس فتحي وجيه وقتها كان هو اللي بيدرس للمصريين ازاي يعملوا مترو. لا ده مش بيدرس للمصريين، ده بيدرس كمان لدول الشرق الاوسط ودول افريقيا. انا مش عارف انا لسه بلجأ، انا لسه مصمم ان انا الجأ لالمانيا او لفرنسا يساعدوني في انشاء محطه. طب فكره التغذيه المفروض ان هي طول الوقت تبقى دايمه، فكره تغذيه اي خط اغذيه بالتكنولوجيا دي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه شركات القطاع الخاص اللي ما دخلتش بتقولها في المواضيع دي، دي مسؤوليه، دي مسؤوليه اللي هو اللي احنا بنقول عليه بقى البيئه المناسبه اللي استقطبت التكنولوجيا ديت، ان فيها اصبح فيها كوادر مصريه عرفت التكنولوجيا، عملت المشروع زي وليكن مشروع المترو المعلق اللي بنقول عليه اللي شفناه من او شفناه. مشروع المراكب الطائره او مشروع المترو اللي هو في اماكن اللي هي انفاق، احيانا بيكون بدل المترو المعلق فوق البحر احيانا بيكون الانفاق انشاء الانفاق اسهل واقل اقتصاديا من المترو فوق او الطريق البري او الكوبري او الجسر، بيكون اسهل بكتير. طيب اعتقد حضرتك لابد من اجتماع وامتزاج الاراده السياسيه بالاراده المجتمعيه. يعني يبقى في اراده سياسيه وفي اراده مجتمع بالكامل انه يوطن التكنولوجيا دي ويسعى الى انها تتحول الى شيء فعال ويومي على ارض الواقع. مش هينفع ان اصحاب القرار يا باشمهندس الاراده المجتمعيه، المجتمع عندنا النهارده جاهز يستقبل منك. انت عندك كادر من الطلبه والمخترعين المصريين يتعدى ال 2000 النهارده في كل مجالات الحياه. انا عاوز اعمل لهم البيئه المناسبه في مصر الشخطيط دمت واجيب التكنولوجيا من الخارج لهم. لا وانا عايز اقول لحضرتك ان على مستوى على مستوى المجتمع كمان، المجتمع عنده تقبل لاي فكره. يعني عندما لما جالنا مشروع المترو واتوضعت مجموعه من القوانين، يعني مثلا ان العربيه دي عربيه طبعاً السيدات ومفيش حد هيركبها وان في غرامه فوريه وكانت الغرامه هي 10 جنيه، مفيش تدخين في شبكة المترو كانت نموذج أكثر تنظيم، نموذج لكل مصري بيقول طب احنا كويسين اهو، طب احنا كويسين. الثقافة ما تركناهاش على كل واحد يستخدمها. أنا مثقف أنا عندي سلوك حسن وغير عندي سلوك لا، لأن أنا فعلتها أو نظمتها وعملت اللازمة ليها وعملت قانون بيحكم المسألة، فقلت اللي هيرمي ورقة عنده غرامة، هي كانت 10 جنيه لكن كانت 10 جنيه لازمة لأنها تتاخد في وقتها، فأنا نظمت سلوكي. اللي احنا بنقول عليه بقى يعني او يسمى اللي هو خلق ثقافه الاستهلاك للتكنولوجيا اللي تم توطينها. خلق ثقافه الاستهلاك. طيب هو هي بتيجي مع ده اللي بيقصد بيه، يمكن يقصد بيه المهندس فتحي اللي هو المجتمع. المجتمع بيتفاعل واراده ما عندوش قرار، ان هو المجتمع ما فيش في ايده، يعني احنا كمجتمع احنا ما نقدرش نرفض شيء جديد الا اذا كان هيضرنا. واذا ظهر واستحال القرار السياسي هينقل تكنولوجيا تضر الناس. ده صحيح. فاحنا متفقين ان المجتمع مش هيرفض شيء. فبيظل الموضوع القرار السياسي موجود، يبقى بس المسؤول اللي ينفذ القرار السياسي ده لازم أن يخرج خارج القالب اللي هو موجود فيه ويفكر جديد. استاذ عنده سؤال. قلت البيئه. انا اقصد كده البيئه. أيوة. يعني ان الاراده السياسيه والقرار السياسي يجب ان يجد بيئه مناسبه لاستيعابه. البيئه دي اللي ممكن تكون الناس اللي اشتغلوا في المشاريع دي، اللي ممكن تكون الجامعات ازاي تساهم، مراكز المراكز البحثيه المهتمه والمعنيه بالموضوعات دي، بس هي متفرطه. طيب. لما بقى عندها تنزيل. الرغبه تنزيل. الرغبه في انها تشيل مع القرار السياسي دي قضيه مهمه. طيب بعمل مشروعين قد ايه هم مهمين جدا. المشروع الاول هو حفر قناه السويس الجديده فكرة. والمشروع الثاني تنميه او الموازي لتنميه محور قناه السويس. عندي 3 مدن حد انميهم واطورهم. ازاي مشروع تطوير خطوط السكك او هيئه النقل العام في مصر
بكل ابعادها، النقل النهري، النقل البري، النقل البحري، ازاي هيتوازى مع هذا المشروع العظيم ويخدم المجتمع المصري. ادي الاراده السياسيه قالت انا عندي، انا ما قداميش حل غير ان انا اعمل مشاريع عملاقه وقويه جدا وحدقها بطرق وحدقها اولا في ست انفاق، ست انفاق الجديده، ارتفاع لست انفاق. انفاق الانفاق هنا يعني ايه؟ انفاق مش انفاق مترو، مش انفاق مترو، هي انفاق طرق. صحيح. فممكن يبقى فيها سكه حديد. الانفاق دي لازم يتم التخطيط ليها اولا، تتخطط ليها اولا وتتصمم ثانيا وتتبني ثالثا. انا رايي ان ده يعني هذه الانفاق من السهوله تنفيذها لانها ما فيهاش محطات، ما فيهاش مش عارف كذا، هي يعني المكان المناسب بالاقطار المناسبه اللي هو يستجيب للتصميم، وهو مش موضوع ان انا اشتري مكان واشتغل، لا. وانا نفسي يعني ايه ان يهتموا جدا بمساله التخطيط اولا، تخطيط النقل، وطبقا لدراسه النقل بيحدد الانفاق اللي هو محتاجها ومنسمي اول بند. اول بند لو حضرتك بتضع خطه لهذه الانفاق، اول بند حضرتك هتقول وهتصر عليه، احنا لازم نعمل واحد اتنين تلاته. تخطيط النقل يعني ايه؟ تخطيط النقل يعني ايه؟ الطلب على النقل المطلوب ان الانفاق دي تستوعبه 1000 سيارة في اليوم، 1000 شاحنة، 1000 كذا، لأن العلاقة بالطول مرتبط بعملية التكييف ومرتبط بالقطر. لما بحدد القطر المناسب للنفع بحدد بقى المكنة اللي تناسبني مع طبيعة التربة. تمام. يعني التربة هنا في تربة رملية، في تربة فبحدد المكنة. أنا رأيي إن المكنة في هذه الحالة يسهل عملها لأنها خط، إنما مكن الأنفاق مكنة شغالة في الأنفاق دي بتطلع من العتبة وتدور تلف من 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 قطر من خرم قطره 9 متر وتدور تلف تحت شوارع القاهرة عشان تدخل في عابدين على قطر 9 متر. ما ينفعش تنحرف، ما ينفعش تاخد، لو خدت 20 سنتي مش هتدخل، مش هتدخل. صحيح. فأنا قصدي إيه؟ في سنس الدقة في التخطيط يجب إن إحنا يعني إيه نحترمه، علشان طبعا احنا مش مسموح لنا بالخطا. لا، واحنا ما عندناش فرصه، ما عندناش فرصه غير لنجاح. ازاي هنستخدم التكنولوجيا دكتور رمضان في المشاريع القوميه؟ ازاي هوطن التكنولوجيا في مشروعين يعني ان صح التعبير هو امن وطني، امن وطني لمصر في المرحله اللي احنا بنتكلم عليها؟ هو حاليا هي فرصه. المشروع اللي بيتم اللي جاري فيه العمل الان زي ما احنا عارفين هو موضوع توسعه القناه، او ازدواجيه القناه. المشروع اللي هو الاساسي او تنميه قطبي قناه السويس ده المشروع اللي بيتم حاليا الاعداد له والدراسه معروضه للتجهيز، بجانب اللي هي المشاريع اللي هي الانفاق والى اخره، حاليا كلها تحت الدراسه وفي مرحله التصاميم والتخطيط والكلام ده. اللي نقدر نجهزه له للمشروع الكبير ده اللي هو اللي جاي، مش ده، لان ده جزء الاساسي في المشروع الكبير اللي هو قناه السويس. قناه السويس، ايوه، اللي هو مشروع تنميه هو ده المشروع العالمي. هو ده المشروع العالمي اللي جاي. صحيح. اما اللي بيحدث دلوقتي للازدواجيه، ولكن هو البن، الخطوه الاولى في المشروع الكبير. انا هعمل بعد ده الاستفاده من ده في مشروع كبير. المشروع الكبير ده قايم على الخدمات اللوجستيه العالميه بمستوى عالمي. مطلوب مني رقم واحد، وده شيء اساسي، ارجوك، اعداد الكوادر البشريه اللي هتشتغل فيه. صحيح. ده المفروض ان انا اكون شغال فيه. طبعا. يعني شغال فيه، انا سابقه بثلاث خطوات. هو لسه قدامي انا سنه في الحفر حاليا. ولسه عندي بعد سنه في الحفر عندي في ست شهور تجهيز انشاء. صحيح. بعد عرض المشروع كبير على المستوى العالم والشركات تبدا تقدم والى اخره. يعني قدامي فرصه حضرتك تقول ان انا بشتغل دلوقتي. عندي المفروض اشتغل دلوقتي. صحيح. في اعداد الكوادر ديت. الكوادر اللي هتشارك في تنفيذ المشروع، واحد اللي هيجي بعد سنه سنه ونص، اثنين الكوادر اللي هتقدم الخدمات اثناء استخدام المشروع بيت خدمات العالمية. من خدمة اللي هتبقى شركات مصرية موجودة على قطبي قناة السويس بتقدم خدمات الملاحية وخدمات التعريفية بمصر. خدمات صيانة المراكب، خدمات الصيانة بما فيها كل شيء، الخدمات للشركات العالمية اللي احنا في خلال الشهر تقريبا من اسبوعين
عملنا مبادرة ان يتعمل باسم الصالون البحري، واتفقنا مع المحات العالمي الاستاذ ادم حنين ان نعمل تمثال، لان مصر من طبيعة مصر طبيعتها دايما ان هي بت 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 بتخلد تاريخها بالنحت. بالنحت طبعا. فاحنا اقترحنا وتفضل مشكورا الاستاذ ادم حنين ان هو وافق على انه يتعمل تمثال يعبر عن مش المشروع الحفر حاليا، ولكن يعبر بشكل عام عن عودة مصر، او مصر تولد من جديد، او بعث مصر، او عودة مصر لحضن العالم، او عودة العالم لمصر طبعا. من خلال هذا التمثال يتعمل في برضك في المحور، يكون هناك في طبعا ده لا يقرره الفريق مهاب بعد اللقاء اللي تم بيه مع الاسبوع اللي فات، ويتعمل هذا التمثال هيكون عبارة مش تمثال مجرد تمثال، ولكن هيكون تمثال مع مدينة تعريفية في ضوء طابق للحضارة المصرية القديمة، طابق للحضارة المصرية الحالية اللي هي بتدعو العالم مع العلوم والتكنولوجيا اللي جاية، زي تمثال الحرية كده، حاجة زي كده، يبقى مزار للعالم، زائد ان هو فيه ان شاء الله مقترح ان يكون فيه مبنى اللي عندنا مشروع اسمه جزر المعرفة ونادي الأسرة الشامل، ده بيتكون من 9 جزر للمعرفة زي عالم يعني الفيرتشوال. ده حلقات ان شاء الله هنكملها. في حاجة صغيرة جدا، اتفضل بس احنا المشروع تطوير تنمية قناة السويس هيخلق طلب عالي جدا على النقل، هيخلق طلب عالي جدا على النقل، وبالتالي ربما من المستحسن ان وبالذات النقل الداخلي المستحسن تطوير يعني طرق النقل، سواء السكه الحديد انها تستخدم طرق مكهربه، ان تتعدل المترو المعلق، ان تتعدل ما يبقاش خط واحد، ممكن يبقى خطوط متعدده لانه هيخش كل الجمهوريه. فالسكه الحديد مهم، يعني احد طرق النقل الشديده الاهميه عشان الطلب الشديد على النقل الداخلي يعني، وده شيء مهم جدا اعتقد ان يجب التنبه له، وان ما تبقاش الطرق تقليديه، ما تبقاش الطرق يعني عمليه التكنولوجيا بتاعتها بدائيه. خلينا نعمل طرق سكه حديد متكهربة وتسيطر عليها، وتبقى هي الوسيله اللي هنطور اليها بقيه الخطوط السكه الحديد. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني في استوديو قناه النيل الثقافيه وبرنامج مصر بكره. دكتور رمضان طمان، متخصص في نقل وتوطين التكنولوجيا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك. المهندس والروائي الكبير استاذ فتحي مبابي، حوار كنا ننتظره من زمان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، ملفاتنا مفتوحه في مصر بكره، مصر بكره، مصر الامل، مصر السلامه، مصر المشاريع القوميه. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلتي نهاد الحديني اللي قدمت معايا الحلقه، شكرا لحضراتكم، وهذه تحياتي ايمان الشاميه، الى اللقاء.